مين صفوح؟ الغالي؟ مين هذا الغالي؟ بلش تضرب على الاستفتاحية شمباركة، كل هولا يخرب بيته ما أبلده. مين صفو؟ شو بيعرفني؟ قال قرايبه للغالي. مين غالي؟ ما بعرف، قال ابن عمه للصفوح. دوري إلي. دوري بلا خلاص مو محسوبة. أي سمعتي؟ ضرك. ألو ألو صباح الخير. ألو ألو إيه إيه نحن صباح الفلفل والياسمين والورد. إيه شوفي لك شغلة، أهم شيء تكوني تعرفي كمبيوتر، شايفة كيف؟ وتضربي آلة كاتبة عربي وإنجليزي، إيه، وباقي الشغلات تحطي لنا إياها بالمصنف وبتجيبي لنا إياها. شوفي حباب اللي فهمك، إيه، يعني نحن طبيعة عملنا تتطلب منا إنه نتأخر بالليل وقت، عرفتي شلون؟ وهذا الشيء بيتطلب منك إنه ما تكوني كتير محافظة باللباس. لك لا، يعني قصدي الأواعي. إيه، ما في مشكلة لا. شوفي لك شغلة، بعدين الشغلة المهمة الثانية إنه لازم تكوني تلبسي قصير لفوق الركبة. عشرة عشرة عشرين سنتي. الراتب أعصابك قوية. الراتب 5000 ليرة. عمرينك ما بدك بحفظوا ليه؟ شو؟ سكر التليفون. قال إذا بدك تشتغل نفس المواصفات بيطلع لك 5000 ليرة بالساعة. الحق عليك أنت التاني، شو بدك تفلح على المخلوقة ب5000 ليرة؟ ليشك محموق كتير على التليفون أنت؟ ما أنت قلت ما بيهمك الجمال، المهم تكون تعرف تقرأ وتكتب. قلت هيك لأنه أختك كوسر كانت قاعدة جنبي، ما شفتني شلون قررت لك وأنا أعمل لك عشفافي. شفتك شو يابا؟ تليفون 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 تليفون. إيدك. ألو صفوح، انت متقصدنا ولا ما هيك؟ بخرب بيتك انا، ها بخرب بيتك. سأل عني شو؟ اكل هوا بلا غلاظة، منقلينك الرقم غلط. يخرب بيته ما أبلده. مين؟ نفس صفوح؟ نفس صفوح قرايبه للغالي. معناتها نفس الغالي؟ نفس الغالي ابن عمه لصفوح.